فلسطينيا، واستكمالا للقاءات المكثفة الرامية لإنهاء الانقسام الداخلي الذي تشهده الساحة هناك، يعقد حاليا في مدينة غزة اجتماع موسع للفصائل الفلسطينية ومن بينها حركات فتح وحماس لبحث سبل إنجاز ملف المصالحة الوطنية. ضم الاجتماع والذي يعقد في مقر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قيادات من الصف الأول للفصائل ذات المكانة العالية. للمزيد من المتابعة معي عبر الأقمار الصناعية من غزة لنا شاهين مراسلة النيل. لنا بداية أهم القضايا المطروحة خلال هذا الاجتماع. نعم شيرين، بداية الاجتماع لا يزال مستمر لغاية الآن. هناك القضية الأبرز على طاولة البحث في هذا الاجتماع والذي يضم 13 فلسطينيا من الصف الأول، قيادات من الصف الأول تشارك في هذا الاجتماع. القضية الأبرز هي قضية المصالحة والتوقيع على الورقة المصرية المطروحة، وذلك لإنهاء الانقسام والخلاف بين كل من حركتي فتح وحماس والتوصل بصيغة مشتركة للتوقيع على هذه الورقة المصرية. في هذا الاجتماع هناك تواجد لكل من حركتي فتح وحماس إضافة إلى الفصائل الفلسطينية الأخرى. كما ذكرت، وأغلب التصريحات التي حصلنا عليها قبيل بدء بهذا الاجتماع وأيضا خلال وقت الاستراحة في هذا الاجتماع، كيد الغول وهو قيادي من الجبهة الشعبية أكد أن ملف المصالحة هو الأبرز وهو الأهم، وذلك لدفع ولدرء مخاطر الانقسام التي تحيط بالشعب الفلسطيني سيما في الأوضاع الصعبة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني بشكل عام. التوقيع على الورقة المصرية وذلك في ظل تحفظ حماس وملاحظات حماس وما تطالب به حماس من أخذ ملاحظاتها، وأيضا في ظل التصريحات المصرية بأن هناك البدء أولا بالتوقيع ومن ثم عند التنفيذ وآلية التنفيذ لابد من الأخذ بعين الاعتبار لجميع الملاحظات من قبل جميع الفصائل الفلسطينية أن يجلس فصيلي لنا أن تجلس حماس وفتح شيرين، أن تجلس الفصائل سويا داخل قطاع غزة بعد فترة من القطيعة بينهم. تأثير ذلك على الشارع الغزي تحديدا والفلسطيني بصفة عامة، يعني من تعاملاتك في الشارع، هل الجميع متفائل بهذه اللقاءات أم هي لقاءات للاستهلاك الإعلامي بالنسبة للشارع تحديدا؟ إلى حد ما الأمل لا يموت هنا في قطاع غزة شيرين، الجميع يأمل من أن يكون هناك أي دفعة باتجاه التوقيع على ورقة المصالحة المصرية، كونها كما يقول الجميع الفصائل الفلسطينية قالتها جميعا أن الورقة المصرية هي الأساس للبدء بهذه المصالحة. الأمل هو موجود ولكن الأمل ليس بالشيء القوي. هناك أيضا بعض التشاؤم سيما أن هناك العديد من الاجتماعات عقدت، أيضا كان هناك العديد من الحوارات عقدت في القاهرة والتي ترعى هذه المصالحة، وفي النهاية تأتي دائما هناك خلافات اللحظات الأخيرة. هذا ما يثير مخاوف وقلق الشارع الفلسطيني، بالفعل هي خلافات اللحظات الأخيرة، هل بالفعل سوف يتم الاتفاق والتوجه مباشرة إلى القاهرة للتوقيع؟ دائما هذه المخاوف هي حاضرة في الشارع كما ذكرت. على كل الأحوال كان هناك تهيئة للأجواء خلال الأسبوع الماضي، كان هناك زيارة لعضو مركزية فتح هنا في قطاع غزة الدكتور نبيل شعث، ومن ثم كان هناك لبسام الصالحي وهو أمين عام حزب الشعب الفلسطيني. المحللون هنا يرون أن هذه الزيارات هي كانت بشرى خير، وأيضا الشارع تفائل بزيارة بالتحديد، وأخص بالذكر بالتحديد زيارة دكتور نبيل شعث إلى غزة. الجميع يأمل، حتى أيضا كان هناك تصريحات من قبل حركة فتح بشكل حركة حماس بشكل خاص أن هذه الزيارة لها أجواء إيجابية، ولكن ما تلاها دائما كما ذكرت خلافات اللحظات الأخيرة، ما تلاها لم يكن هناك أي شيء تنفيذ على أرض الواقع. كان هناك بعد حتى مغادرة شعث لقطاع غزة كان هناك تصريحات إن كان من حركة فتح وإن كان من حركة حماس بأن هناك إجراءات ملموسة سوف توجد وتتخذ على أرض الواقع، على سبيل المثال فتح مكاتب لحركة فتح، ومن ثم كان هناك تصريحات لحركة حماس بأن هذه الخطوة الإيجابية التي أعلنت عنها حركة حماس لابد أن تكون مقترنة ومشروطة بإجراءات علنية وأيضا ملموسة على أرض الواقع في الضفة الغربية، وهذا لم يحدث. هذا ما يثير قلق الشارع. نعم شيرين، لنا فكرة التعامل أو أخذ التصريحات من المسؤولين عن فتح والحركات الأخرى المتواجدة داخل القطاع، يعني هل الجميع يدخل بهذه النية الصافية التي يريدها الشارع الغزي بل الفلسطينيين بأكملهم أم ماذا؟
يعني هناك بالفعل نقاط محددة سيتم قبيل الاجتماع كما ذكرت تفضلي. قبيل الاجتماع كما ذكرت شيرين كان هناك تفاؤل، الجميع يقول نأمل أن يتم الاتفاق على التوقيع على الورقة المصرية. جميع الفصائل تؤكد أن الورقة المصرية هي الأساس، بما فيها أيضا حركة حماس. حركة حماس تقول بأنها تريد ضمانات، أعلنتها على المستوى الأعلى مستوى في حركة حماس رئيس المكتب السياسي خالد مشعل، ومن قبل كان هناك تصريحات للدكتور محمود الزهار، تريد هي ضمانات. لم يعد الحديث الآن عن إن كان هناك تعديلات أو تحفظات، الكل والجميع يؤكد على وجود ضمانات عند آلية التنفيذ. هل بالفعل سيتم هذا؟ هذا ما سوف نراه في الأيام القادمة إذا ما تم الاتفاق والتوقيع على الورقة المصرية. على كل الأحوال الاجتماع اليوم هو لتهيئة الأجواء وتهيئة المناخات لكيفية الوصول للتوقيع على الورقة المصرية. إذا ما كان هناك تفاؤل أم تشاؤم فيما لاحقا في أعقاب هذا الاجتماع سنوافيكم فيه في نشراتنا اللاحقة. شكرا لنا شاهين من قطاع غزة.